ممثلات سعوديات لا حجاب ولا نقاب، والملابس على اعلى فاشن، ويعني كنت لسه بنتكلم انا وشيرين، هو ده اللي كان تحت العبايه، يعني كان لازم هو ده اللي بيبقى تحت العبايه، بيلبسوا اشيك واحسن حاجه، ممكن بيسيبوا العبايه في الطياره وانس ان هم بيوصلوا اي مكان خارج السعوديه. النهارده السعوديه بتنفتح وبتتقدم وبتلفظ اي تاريخ سابق، تاريخ بجميع اشكاله. هل سحبوا البساط من تحت ارجلنا برضانا بفلوسهم؟ بعنا ارض وعرض، بعنا حاجات كتير.